طلب الخير كل من يتابع الشرقية وبرنامج أهل المدينة. يوم جديد ومشوار جديد وأكيد مواضيع جديدة تخص المدينة وأهل المدينة. كالمعتاد البداية ستكون مع سفيان ومجموعة من العناوين والأخبار. مرحبا سفيان. مرحبا أزل ومساء الخير بكل مشاهدي قناة الشرقية وبرنامج أهل المدينة. مثل ما تعودتوا بدايتنا حتكون مع العناوين والأخبار. المباشرة بتمويل رواتب المتقاعدين لشهر شباط. استحداث أكثر من 7000 درجة وظيفية لتثبيت العقود. مطالب بإلغاء التسكين الوظيفي في قطاع الصحة. الله بالخير أزل. يوم الجو برد مو؟ فعلاً هي هاي موجة البرد اللي قالوا عليها خاصة بالمناطق الشمالية. الثلوج ده تنزل أكيد أثر على باقي المنطقة. طبعاً والمطر قوي كان، يعني قبل فترة ما كان أكو أمطار في المنطقة الشمالية، لكن كان هناك بعض المحافظات في الإقليم قامت بصلاة الاستسقاء والحمد لله مطرت. طبعاً تعرفون المطر كلش مهم إنه خاصة مع موجة الجفاف، لكن نفس الوقت والله أنا كل تفكيري مع النازحين. مشكلة كبيرة النازحين، يعني ليش نحكي بيهم؟ للتذكير. خاف المسؤولين ناسين، خاف بعض الجهات بعض المنظمات. أنا أقول هم أولى بالمساعدات، عايشين بخيم بمتهرئة أو منتهية متهالكة، فأنتوا تخيلوا بالبرد هم شلونهم مع المطر شلونهم لما ما تصبح المنطقة. تعرفين هم يعني حاطينهم بأماكن تقريبا كلها تراب فصير طين وما تنشف بيوم وليلة، خاصة الأمطار مستمرة لمدة أكثر من 3 أيام، فعلى ما تطلع الشمس يلا تنشف ويلا تدفى. فملابسهم وأغراضهم وكل أمورهم هي حاليا في وضع يرثى له. نتمنى مساعدة الجهات المعنية، أو على الأقل أو مو على الأقل وإنما يعني يسوون عليهم ونغلق ملف النازحين، وبالتالي كل النازحين يرجعون إلى مناطق سكنهم. رح نبدأ موضوعنا إحنا من موضوع كلش مهم حقيقة، ويحس بالنفس ما كان موجود سابقا، حتى لو كان موجود سابقا بس ما كان بهذا الأعداد الكبيرة. صعبة خاصة من نحكي بالأمومة، يعني واحد من يحكي بأمور ثانية تمشي، لكن الأمومة غريزة لا يمكن. يعني إحنا جاي نشوف حتى بمواقع التواصل الاجتماعي جاي نشوف إنه الحيوان يضرب لنا أمثالا رائعة بالأمومة، وحتى أحيانا تخلينا نشعر بالخجل إنه هذا الحيوان قاعد يسوي مثل هكذا أمور، والإنسان يتبرأ أحيانا أو يؤذي أولاده. اللي صار في مستشفى الديوانية قبل 6 أشهر، هناك سيدة دخلت للولادة وبكل هدوء طلعت من المستشفى وتركت الطفل. الطفل تربى خلال 6 أشهر في داخل المستشفى، داخل المستشفى الديوانية اللي ربوه الكوادر التمريضية والطبية الموجودة هناك، كلهم كانوا آباء وأمهات أو أمهات خلينا نقول، اللي حنشوف بالتقرير إحنا الكادر التمريضي هو يتناوب على تربية والعناية بالطفل اللي سموه علي. ما أعرف يعني حتى يعني إحنا شفناه لمدة ثواني أنا وسفيان بالتقرير، كلش حبيناه للطفل وحسينا انه يعني حرام خطيه، شلون قدرت هذه الام مهما كانت الاسباب ما لها علاقه، هو هو يعني اكيد ابنك بال 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 يعني بما بالمحصله صح غلط انت تتحملين هذه النتيجه. فكارثه ان تقوم الام بمثل هكذا فعل. الاب ما نقدر نحكي لان تعرفون انتم هذا المجتمع خلص ما عنده هذه الغريزه مثل الام، لكن الام اللي تحمل 9 أشهر وبعدين هي تتحمل الولادة اللي هي ثاني أقوى ألم، وكأنما هي تكسر عظامها، هي تموت كأنما لإحياء نفس أخرى. شلون قدرت؟ شلون قلبها انطاها أنه تترك هذا الطفل؟ للعلم هذه مو أول مرة تصير، يعني هذه ممكن تركتها بالمستشفى وطلعت، يمكن كانت تفكر أنه هو في أيادي أمينة، لكن كثير إحنا يوم بشكل ما نقول يومي وإنما شبه يومي نسمع أمام المستشفى، أمام باب المسجد، بالشوارع، يم النفايات. هذه كارثة كبرى جاي يصير في هذا البلد، علينا أن نبحث في الأسباب والنتائج
وبالتالي احنا لازم يكون هناك حملات توعية للنساء والرجال بنفس الوقت، لأنهم اثنيناتهم ملامين. لا نلوم فقط المرأة بهذا الجانب، نلوم الرجل أيضا الذي يقوم بمثل هكذا فعل. أنتم ما تقدرون تخلفون، ماكو داعي للخلفة، أنتم ما تقدرون أخطأوا بدون حمل. يعني لازم هناك، لازم واحد يفكر للبعيد. إحنا الله نطلنا عقل حتى نفكر. شوف التقرير، تابع حالة علي، وأنا أتمنى عسى ولعل أم علي هسه تنقهر من تشوف مثل هكذا طفل حلو بشوش وباقي في المستشفى من إيد الإيد، عسى ولعل انه ضميرها يتحرك وتجي تاخذ الطفل. طبعا هسه راح تسمعون انتم يمكن واحد يقول شلون تركته، شلون دخلت المستشفى، العنوان، رقم التليفون. كادر المستشفى حاول بكل الطرق الوصول الى السيده، لكن للاسف تعذر التواصل معها. تعب، وان شاء الله يا رب ما نسمع مثل هكذا امور، لانه ما كان العراق يعني يمكن ما سامعين، قليل نادرا، صح قليل نسمع يعني منها. او نسمع من الاب بس ما نسمع من الام. الام غريزه الامومه لا يمكن ان تتغير. شلون تغيرت عندنا؟ للأسف هذا التغييرات الكبيرة أدت إلى تغييرات كثيرة في شخصيتنا ونفسيتنا. نتابع إن شاء الله ما نسمع، يعني أتألم كثيرا لما تكون القضايا تخص طفل، قضية إنسانية. نتابع. الطفل علي والذي ولد قبل 6 أشهر في مستشفى الولادة والأطفال في الديوانية لم يخرج منها منذ ولادته بعد تركه من قبل عائلته لأسباب غير معروفة، فما زال علي يعيش في ردهاتها وينتظر اليوم تلو الآخر حتى يخرج كما يخرج أقرانه بعد الولادة بساعات. في يوم 9/8 من عام 22 العام الماضي جتنا حالة مرضية كحالة طارئة، تم إدخالها إلى صالة العمليات واتخاذ الإجراءات الطبية من قبل كادر طبي متخصص في قسم العمليات في مستشفى النساء والأطفال. بعد ما كملت الإجراءات والحمد لله وشكر الطفل سليم وحي والأم كذلك بصحة جيدة، تم إدخال الطفل إلى الخدج المعقم في المستشفى، والأم خرجت بصحة جيدة وسليمة. الطفل تلقى الرعاية الكاملة، لكنه تفاجأنا أنه الأم ما أجت استلمت ابنها. حاولنا الاتصال لأكثر من مرة بالأم لكنه كانت عذر علينا الوصول إليها، وبعد مرور الفترة يعني أجت الأم وكلامها كان يعني مو صحيح، واضطرينا أنه نحيل القضية إلى الإجراءات القانونية، فتح دعوة في مركز شرطة الجمهورية، والآن القضية أمام أنظار القضاء. مرت فترة كلش طويلة حقيقة على وجود الطفل في المستشفى بحدود 6 أشهر. من قناتكم الموقرة نناشد القضاء العراقي العادل بحسم هذا الملف، كون هذا الملف يقلق إدارة المستشفى. يعيش علي الآن مع عائلة جديدة من منتسبي مستشفى الولادة والأطفال، فكل احتياجاته وأغراضه وخدماته يقوم بها ويوفرها له ممرضو المستشفى، ليصبح بحسب قولهم ابنهم الذي تعودوا أن يكون وسطهم ولا يتمنون مغادرة المكان. ككادر صباحا احنا يعني والشفتات البقية نقدر انه نقول صرنا مثل امهات إله، فنجي نبدله ونسوي له رضاعات واكل إله خاص، ويعني كمعاملتنا للأطفال خاصة يعني نجي مثل نجي ملابسه وسخه نغير له ونقدم له رضاعه خاصه يعني حليب له خاص وملابسه. طبعا الملابس والاشياء اللي تجي هي مساعده من الكادر الطبي مالتنا الدكاتره والصيادله، ومثل ما تشوف هذا احنا صار له 6 أشهر عندنا وما قصرين عنه. احنا ما نريد يجي لان ككادر احنا تعودنا عليه، يعني احنا نجي قبل ان نستلم القسم نجي قبل على وش نشوفه اذا قاعد او محتاج شيء. فقلت لك يعني مستحيل احنا بالبدايه استلمنا الطفل يعني شلون يعني شلون اي طفل عادي مريض دخل باجراءات كامله، استلمناه من العمليات كان عنده عسر تنفس بالبدايه، بقى اسبوع على هذه الحاله. من صارت مرحله الشفاء يعني ردنا نسلم الطفل، طلع اشكالات باستلام الطفل، رجع الطفل يمنا عادي كاي طفل، بس عزلناه عن الاطفال البقيه. استلمناه بعدين احنا كنا يعني قمنا نجي يوميه الصبح نبدل له نغير له يعني نستلمه من الشفت الليلي،
نغير نهتم بالروتين اليوم اللي احنا تعودنا عليه، نغير له ملابس، نسوي له حليب. بقيه الكادر الطبي جابوا له ملابس سرير لان شفنا انه الحاله تطورت، بقى اكثر وقت، والكاروك العادي مال المستشفى صار يعني صغير عليه هو. اشترينا له سرير اكبر، وبقيه الكادر يعني جابوا له حليب، حفاضات، مساعدات من الكادر الطبي. أيام قليلة وربما أسابيع وسينطق هذا الطفل علي بكلمتي بابا وماما لكن دون أن يراهما. فهل ستشهد الأيام المقبلة انفراج لهذا الطفل وإنقاذه من المجهول الذي يعيشه منذ 6 أشهر؟ أم أن المجهول سيرافقه لوقت غير معلوم؟ لبرنامج أهل المدينة من الديوانية علي قحطان، قناة الشرقية. هذا التقرير كل شيء أبدي، يعني حيل إنسانيا ومعنويا. ما أعرف والله، أنا قلت لحظة اللي طلعت بي من فكرة تطلع هي طبعا مخططة، لا تقولوا لي ولا أقولكم، أكو ناس كثيرة مو أول مرة نسمع مثل هكذا قصة، لكن ما يعني ها أكو لحظة واحد، يعني حتى بالأفلام تطلع أكو لحظة واحد يفكر بيها وبعدين يتراجع بآخر لحظة. هي شلون قدرت 6 أشهر تعيش، وخاصة من أكو يعني أعتقد مدير المستشفى ذكر أنه إحنا وصلنا إلها وصار حكي يعني ما وما اقتنعنا بالموضوع، ما قدرنا أنه ننطي الطفل لأن ممكن تأخذه وترجع مرة ثانية ترمي. أنا ما أعرف شلون الإنسان يقدر ينام وهو تارك يعني بني آدم آخر طلع منك جزء منك في مكان آخر. أتمنى أنه الناس يعني هسه حاليا اللي يسمعونا اللي من الممكن عند هذا التفكير يعني يتقي الله، لأنه الدنيا دوارة وهذا يسجل هذا الموضوع. يعني علي من يكبر شنو مستقبله؟ وين يبقى بالمستشفى طول العمر؟ ياخذ أحد؟ عرفون هذه هم إجراءات. لذلك رح نبقى متابعين الموضوع ونشوف علي وين يصفه به الدهر. ممكن هناك عائلات كثيرة ما عندهم أطفال ممكن يتبنون علي ويعيش حياة طبيعية مثل باقي الأطفال، رغم أنه هي طبعا مو حياة الطبيعية 100%. فحرام أنه هو عنده أب وأم موجودين على قيد الحياة وعلي حاليا هذا وضعه. وهناك الكثير من الأطفال ممكن في الملاجئ، في دار الأيتام وغيرها، أو حتى في الشوارع، هم نتيجة أخطاء أب وأم. يعني للأسف في العراق أعداد في تزايد للأسف. علي وهؤلاء الأطفال مسؤولية مجتمع، مسؤولية المجتمع اللي يرفض يعطي حقوق المرأة لمن تتزوج ويخليها تكون خطأنة في حال صار عندها طفل زيادة. صح. المجتمع هو المسؤول عن علي، لأنه المجتمع يجبر الشباب يريدون يسوون مثلا تخطيط او تنظيم لاسرتهم، يريدون طفل واحد، يظلون يحجون وينقون عليه. وهمينا بالمستقبل المجتمع اذا ما تغير حيكون مسؤول عن دمار مستقبل علي، لان احنا في مجتمعاتنا ما نقبل موضوع التبني، احنا نظل نحكي على الشخص اللي يتبنى اطفال. صح. لما نشوفه ولما نحكي قدام العالم والله الله كاتب له بيت بالجنه والحمد لله، بس بيناتنا والحوارات الداخليه تكون انتقاد. هذا المجتمع هو اللي دا يسوي هاي الاشياء. انا دائما نقولها بانه احنا المجتمع صح الدوله مسؤوليتها مهمه لوضع مراكز لاستقبال هؤلاء الاطفال، الدوله مسؤوله عن توفير مدارس خاصه لهم او او او, أو مراكز تحتضن هؤلاء الاطفال اللي يزيدون واللي موجودين في كل مكان في العالم اللي ما عندهم اب وام او متخلين عنهم الاب والام. بس ارجع واقول لكم، اذا المجتمع تقبلهم، إذا المجتمع دعم الأم والأب، إذا المجتمع أنطى الخيار للأم والأب، حتقلل هذه الحالات. ولهذا احنا نتمنى يكون اليوم صرخة علي وهذا وجود علي في المستشفى لمدة 6 أشهر هي يعني إيقاظ لمشاعر المجتمع ككل لتقبل فكرة بأنه الأطفال لازم لما يجون للدنيا تكون أنت وزوجتك جاهزين، مو أنت وأهلك وزوجتك، لا، بس أنت وزوجتك تكونون جاهزين لهذا القرار أو لا. صح. العموم واضح. يعني كلام رائع. سفيان، وفعلا اكو ناس من هي تتزوج ماكو يوم ثاني قال لها ما حامل يلا خلي تجيبوا اول طفل. انا اقول انطوا المجال لنفسكم لمده اكثر من سنه تعرفوا على بعض، حتى اذا شفتوا نفسكم ما متفاهمين تطلقون من غير انه يكون هناك اطفال، لان يعني الاطفال يكونون ضحيه مهما كان عمرهم. صح. يبقى الطفل هو ضحيه
الأم ضحية والطفل ضحية، يعني يمكن الأب بالدرجة الثانية يطلع منها، يطلع منها المجتمع، يعني يطلع من عدها. بالضبط بالضبط، المجتمع لأن واقف وياه فينطون المبرر والحجج، وأهله يكونون واقفين وياه، أنت مو أول واحد وآخر واحد، أنت زوجك أحسن من عدها، فيكون هنا مسيطر، أكو دافع معنوي، في حين السيدة من ترجع لأهلها إذا كانوا أهلها ضايجين من الموضوع ما راح يقول لها إحنا بظهرك، راح يقول لها أنت اتطلقتي، أنت إجيتي، أنت عالة، أنت، وأطفالها يكونون ضحية ما بين هذا البيت وهذا البيت. صح. فأنتوا نفسكم مجال لسنة أكثر، ما أعتقد عوفوا أهلكم، طلعوا هاي إحنا هذا التخلف اللي إنه لازم، إذا هذا معناته أكو عيب، ها إذا أكو مشكلة، وإذا أكو عيب وإذا أكو مشكلة ما نريد نخلف. إحنا الزواج هو معناته إنه لازم يكون عندي أنا أطفال، الزواج أنا أريد أكمل حياتي وخلص. فهذا الحكي طويل ويحتاج لحلقات، بس توعية ما بس على الإعلام وإنما على كل الجهات المعنية المفروض، وهذا من نحشي إحنا، أنا حكيت مرة حكينا ب الإنجاب وتقليل الناس انقلبت، يعني شلون إذا مو 6-7 ما فيش منطق، لازم نقلل، شلون نقلل؟ العالم كلها قاعد تمشي بتقنية بنظام حتى توفر الحياة الطبيعية لأطفالها. فعلا خلينا نروح غير موضوع، إن شاء الله يكون هناك استجابة من المجتمع بشكل عام، وإن شاء الله نسمع شيء، وإحنا حنتابع هذا الموضوع الطفل في المستشفى حتى نشوف وين وصل به، حنحاول نعرف معلومات أكثر عن هذا الموضوع، نجيب لكم المعلومات الأكثر. موضوعنا القادم لا يقل أهمية عن موضوعنا الأول، لا بالعكس مهم جدا. اليوم جرح القوات الأمنية ظاهروا للمطالبة بحقوقهم، جرح القوات الأمنية اللي إحنا قاعدين ببيوتنا وهم يروحون يقاتلون، اللي إحنا قاعدين ببيوتنا وهم يتحملون الانفجارات، سواء كانت قبل أو هسه. إحنا هسه بوضع مستقر صح، بس قبل كانت الانفجارات عليهم يومية بالمفخخات، بالحرب مع داعش، بطرد الإرهاب، بمقاتلة الإرهاب بالصحراء وبكل مكان. فلما نسمع خبر بأنه جرح القوات الأمنية يتظاهرون، لازم نوقف عدة ولازم نسمعهم ونشوف شو يريدون، لأنه إحنا كنا في هذا الوطن يعني مديونين إلهم بحياتنا، مو بس بالمبالغ المالية والتعويضات المالية. خلينا نشوف التظاهرة اللي سووها، وأكيد حنسلط الضوء أكثر على هذا الموضوع. شفتوا طبعا هم طلعوا للمطالبة بالإسراع في تعديل قانون الخدمة والتقاعد العسكري وإخراج الجريح بآخر راتب إله، مثل من يحلوا التقاعد أو غيرها. احنا تسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع حينضم ويانا ممثل جرحى القوات الأمنية السيد علي الشريفي. أهلا وسهلا بك سيد علي، وشكرا جزيلا لانضمامك إلنا. بالبداية صراحة أنا جدا أعتذر من عندكم بالنيابة عن الشعب العراقي، لأنه أنتم تضطرون تطلعون مظاهرات حتى يستجيبون لكم، وحتى احنا نستجيب لكم، ويا الحقوق أبسط شيء نقدر نقدم لكم إياها. لكن خلينا نبدأ ويا شنو قانون الخدمة اللي دا تريدون تعدلوه، شنو هي محتويات اللي ما عاجبكم بها وتريدون تعتبروها غير منصفة لكم، وما هي يعني شنو قصدك بإخراج الجريح بآخر راتب إله؟ يا ريت توضح لنا ذني النقطتين. شكرا لحضرتك استاذ سفيان، وشكرا لست ازل، وشكرا لقناه الشرقيه، وتحيه من خلالكم لكل مشاهدي قناه الشرقيه. اهلا وسهلا. صراحه بس ملاحظه مهمه ببدايه، انا ما اعتبر ممثل عن جرح الجيش العراقي، انا احد تنسيقيه المظاهرات، لان احنا شفنا الويلات من بعض الجرحى اللي ادعت تمثيليه جرح الجيش العراقي، فقط للتصحيح. تمام. شكرا جزيلا. اما ما يخص أما ما يخص طبعا، أنا جدا شاكر مقدمتكم الجميلة وشعوركم بالمسؤولية تجاه جرحى الجيش العراقي والقوات الأمنية. أستاذ سفيان، ما يخص موضوع تعديل القانون، طبعا طلباتنا جدا بسيطة والله، ويعني المفروض اللي مثل وضعنا وجرحانا، وأنا واحد من عدهم الحاليا قاعد على كرسي متحرك فاقد أطراف السفلى فوق الركبة، هل من الإنصاف
اطلع اداعي بحقوقي لو المفروض حقي اللي يجي لي يمي. لا طبعا احنا هاي رابع مظاهره نطلع. اي نعم هاي رابع مظاهره نطلع. المظاهره الاولى بساحه التحرير وقعد قطعنا الخضراء قبل فتره وطلعت احد النواب لكن للاسف ما وفوا بوعده، قال ثاني يوم تقابلون النائب الاول ما نريد نذكر اسمه. بعدين بالمظاهره الثالثه طبعا احنا مظاهره بعد مظاهره الاعداد تزيد. المظاهره اللي وراها طلعنا حوالي ما يقارب 150 العفو الثالثه. قابلنا النائب حسين العفو النائب محسن مندلاوي النائب الاول وتقدرون تشوفوه على صفحته نشر اللقاء وكيف انه وعدنا راح يتعدل القانون راح يجمعون تواقيع وكيف راح نلتقي بعد فتره قليله بهيئه الاستثمار من اجل انصاف الجرحى وتوفير سكن لهم. لين متعرفون حضرتكم صار لنا سنين من ايام تنظيم القاعده مو بس احداث داعش. سيد علي بالضبط هو القاعده والاحداث اللي صارت في العراق اكيد قبل يعني احنا مرينا بهاي مشاكل داعش يعني ولحد الان تصير هذه بس شنو قصدكم شنو القوانين اللي تريدون تعدلوها بقانون الخدمه والتقاعد العسكري؟ شنو القوانين اللي مدى تنصفكم بهذا حتى المشاهد يفتهم ايضا المسؤول اذا ما يعرف؟ نعم تفضل. نعم نعم هاي من جنابكم هاي رساله من خلال شاشتكم هاي الموقره. انا اقول الكل شريف بهذا البلد. أقول الناس اللي ضحت وبدرت دمائها وتقطعت أجسادها يعني هذا إحنا نكرمن زيد راتبه لو انقطع الراتبه للنص. بس إحنا ما ردنا يزيد راتبنا ردنا نطلع بآخر راتب نتقاضى اللي هسه بدنا نتقاضيه. إحنا لحد الآن ما حاولين على التقاعد. من يريد أن حال التقاعد أطلع نفس الراتب. هل من المعقول مثل إصاباتنا القوية الشلل والبتر والفاقد بصره أنا أقل الراتب وهو ما يقدر يعين نفسه باقي الله وهالراتب هذا؟ يرجعك على الراتب الاسمي يعني قصدك لمن يطلع اي نعم اي هذا صح وقليل هو ما يقارب 500,000 حرام بهذا الوقت في الغلا وانا اخليها لا ايجارات اكون اجرين ب 500,000 يعني يطل ايجار ويقعد يا لا ياكل ولا يشرب يعيش على الهواء. في حين راتبكم كان ايش قد؟ رواتبنا حسب الرتبه ماكو راتب ثابت تمام اعلى يعني اعلى شيء واقل شيء خلي حتى نشوف ايش قد يعني اقل شيء تقريبا ما يقارب 1,300,000 صعودا الى 1,900,000 يعني حتى هاي هي قليله يعني مو ذاك المبلغ والاطلاع انا بدي اوصل الى هاي انه قليله جدا في يعني مع هذا الظروف اللي احنا جايين نعيشها ايجارات انتم حتى نحتاج مصاريف خاصه لا اكيد احنا عايشين بهذا البلد ونعرف زين ضمن الاهازيج انه قطعه ارض هي ضمن انك على اساسي ومنحوكم قطعه ارض وبعدين تنصلوا عن الموضوع لو انتم تطالبون بقطعه ارض ست ازل انا اذا امكن اطلب منك طلب انه اخر دقيقتين عندي رساله اريد اوجهها تقول لي اخر دقيقتين هاي لك هاي وحتى بعدين استرسل اضمن دقيقتين تمام هاي خلص مضمونه لك تمام شكرا جزيلا شكرا ما يخص قطعه الارض تمام تعرفين اخواننا بالمحافظات البقية يريدون قطعة أرض يعني أبسط إكرام للجريح أنه اللي دافع على الأرض وسفك الدماء توفر له سكن. أما جرحى بغداد جرحى بغداد ماكو تخصيص صار لنا سنين كل مرة يقولوا ماكو تخصيص بس أكو تخصيص للسياسيين والغير فئات خلينا من عندها. إحنا استطالبنا في شيء معمول به عملت به هيئة الحشد الشعبي وهو توفير شقق سكنية في أحد المجمعات. نعم خلي الدولة أو وزارة الدفاع تتحمل 50% من عندها والبقية يتحمل الجريح 50% تكون على شكل أقساط. هذا قليل بحق الجريح هذا والله العظيم أنا أشوفه قليل إيه الراد هذا قليل ينطل المفروض ينطل بيت حكومة تسوي لك بيت الدولة العراقية أنا أقول مو بس حكومة واحدة الدولة العراقية يعني من ضرائبنا من نفطنا من غازنا ينبني بيت كامل ويعطيك المفتاح مسلم ومؤثث أقل شيء الدولة تسوي ومع الاعتذار إلك لأنه مهما هذا لا يعوض شو يعوضوا لك يعوضوا لك قدم يعوضون عين واحد يعوضون قد يكون أنا ما أريد تعويض أنا أريد أعيش أنا وعائلتي حياة كريمة ما أريد أوقع ماي وجهي فقط هذا اللي أريده ضحيت فقدت أطرافي يمكن الكاميرا لو تنزل راح تشوفون باني بتر أطراف وأكو حالات أصعب من عندنا اللي فاقد النظر والأطراف طيب هواي حالات صعبة طيب هذه كلها نعم. يعني على مدى حكومات طبعا التظاهرات لم تكن فقط في هذه الحكومة أكيد ولا وحدة يعني ما وصلت ولا وحدة وصلت إلى الحكومة يعني إحنا جايين نشوف التظاهرات اللي هي صارت مثلا للمحاضرين وصلت للحكومة وصار هناك أصداء إيش معنى أنتوا قضيتكم ما جاي توصل يعني تاخذ مجراها إلى رأس الهرم نعم إحنا صار لنا ما يقارب 7 أشهر من طلقة مظاهراتنا وقبلها وقبلها كل طيب. المطالب ما أعرف شنو الإجحاف بحق جرح الجيش ولا رئيس وزراء طيلة الحكومات السابقة التقى بينا
ومن ضمنها هذا رئيس الوزراء طبعا استبشرنا بخير، وانا طبعا هاي يمكن ما السابع ما ثامن قناه تلفزيون اطلع وناشد يا رئيس الوزراء ساعه من وقتك، طبعا عذرا لا حتكلم كلام اتمنى الشعب العراقي يعذرني به. اكو فرحه جابها المنتخب اوكي كنا متفقين وياها والله العظيم، واحنا ناخذ الناس فرحنا، بس رئيس الوزراء فرغ ساعات من وقته راح للملعب شاف الطوبه والتقى ويا الفود العربيه ونزلهم طيارات خاصه للامارات حتى يجيب وفد عربي ينتخب كلهم احنا ساعه من وقته والله ساعة حتى نطرح قضايانا هاي للاسف رئيس الوزراء طلع، بس شنو هاي اكو استجابه بالاخير صارت هاي الحكايه حتى لا تضل بقلبي الموضوع موضوع يعني شايف هاي المفرده الجديده الطشه لان المنتخب بيطشه انا اقول لك اياها الموضوع صار هم قبل كانوا ضد الطوبه ناس ما يحبون الطوبه اصلا ما هم مدرسات ملابس للمنتخب ابسط شيء ما قدموه من صارت فرحه وصار بها كشخ الموضوع راحوا يرقصون هذا الموضوع حتى صار يعني الشعب عرفه من صار الموضوع بكشخه ضلوا يعني يتنافسون من يوصل الاول للمنتخب من ينطي هدايا ويوزع للاسف للاسف هذه الحكومه لا تنصف الا من يكون الى يعني ماكو فد لمعه تفيده واحنا جايين نشوف الوضع يعني انت ما بس هاي حتى دا تشوف بعض الوزراء يلتقون ببعض الناس حتى ما نعرف منه رايح زرق ورق ويلتقي بيها وتقول التقيت بالوزير الفلاني هي منه حتى التقت بالوزير لكن انتم ما حد يلتقي بيكم طيب حتى حاليا طيب هل هناك حقوق حتى نعطيك الدقيقتين حتى نروح لبقية المواضيع مع الاعتذار لك طبعا نعم نعم اكو حقوق استجابت لنا هاي المظاهرة الأخيرة استجابونا من خلال خلوا علينا الفرقة الخاصة وضربونا بالهراوات وبالعصي وأحد أخواننا اللي اسمه مجيد جواد كاظم مصاب برجله وفاقد عينه ضربوه على رقبته على منطقة الشظايا فقد الوعي لمدة يعني يوم ونص نقله للمستشفى وعنده زجاجة بعينه قبل شهرين مسوي عين زجاجية طفرت من عينه وضاعت هسه لازقها بلزقة وعندنا الثاني انا دزيت الصور بس الفيديو ده يظهر حاليا يعني اثناء كلامك لا مو هاي الصور فيديوهات ما ضرب شلون نايم على القاعد جريح انا دزيته انا بصراحة دا اتعجب ليش ما ارضي والجريح الثاني يوسف اياد اللي ضربوه حتى احد الفرقة الخاصة اللي ضربته ما رضى على صاحبه اجي قاعد يمه يواسي ما دزيت الفيديوهات يعني احيانا بعض القوات الامنيه تحتاج شغل من خلال العصي والهراوات اللي لعبت على روسنا واصابه كان واحد الناس انضربت على ايدي مع الاسف مع الاسف يعني هذا جزاتهم طيب خلينا نعطيك المجال للدقيقتين انه تحكي الرساله اللي تحب توجهها تفضل نعم رسالتين قبل رسالتين ثواني انا طبعا شكرا لسيد لواء رسول لان طلع لنا وشاف طلباتنا مدير اعلام وزاره الدفاع والشكر للواء علي دعبون مدير الخدمات الشخصيه من التقوا بينا اخذوا طلباتنا وعدونا خير خلال ايام ننتظر هالايام فاحنا ما راح نتكلم على وزارتنا حاليا باعتبار وعدونا لحد انتهاء المده نعم الدقيقتين بصراحه عندي عتب صراحة الشعب العراقي اللي حضرتك هسه سبقتيني وحكيتي بيه بس قلتي للمسؤولين الطشه يعني يا اخوانا يا شعب العراقي احنا ايسنا من السياسيين اتركهم اتركهم ايسنا من عندهم انتم يا شعب صار نسقد نطلع نظاهر ونحكي وعلى التواصل الاجتماعي كنا نتمنى من عندكم انه ما تنسون تضحيات هاي الناس باعتبار انتم هاي الدماء ذرفت من اجلكم انه تجون تساندني تظاهر وياي توقف وياي تنشر لي مو احد الاخوان المواطنات تنزل من السياره انقطع الشارع تركي احد الجرحى برجلها للاسف هاي المسانده اللي لقيناها من بعض طبعا اكيد كلهم قلوبهم ويانا بس نتمنى مسانده فعليه من عندهم هاي وحده العتب الثاني بصراحه على بعض رجال الدين اللي يعني يصعدون المنبر الحسيني ومو كلهم طبعا انا لاخص شخص معين اللي ينظر ودائما يحكي وانا احد الناس اللي تعجب به في احد العتبات المقدسه وبالضبط في ضريح عبد الفضل العباس شفته واحنا قبل مظاهره ايام قلت خل اروح انا مخنوق انا ضايج انا جريح فاقد اطرافي خلي يسمعني كلام طيب يواسيني بي خلي يساندني ممكن يطرح قضيتي على المنبر الحسيني يساندني رأيت عليه تدريش يقول لي يشهد الله توني دا احكي وياه اجى واحد سلم علي انا سكت التفت علي بعصبيه وعاكف وجهه يقول لي ممكن تختصر والله ذلواني داجي المفروض والله ايش حزت بقلبي ويا شكوا بالعين يعني جسد كلمه انه بالشكوى لغير النعمه ذله وكان انسحب شوف سيد نظر بالتلفزيون كل العالم تستمع له انا اكيد كنت المعجبين به لكن للاسف طلع بس تنظير ممكن هذا درس سيد علي ممكن هذا درس احيانا احنا يعني شوف حتى تعرف يعني هذا درس لنا جميعا ايضا يعني اكو ناس للاسف وانا احكي لك اياها ايضا بمراره
احيانا يعني من بدت يعني نحكي على الحكومه فلان هاي الناس تخدع بعبارات تهاجمنا وتترك المسؤول، ما المسؤول بعدكم صار له 20 سنه يبوق بيكم، انت تيجي على اعلام اللي ما بيده الا الكلمه يقول لا انطوا مجال انطوا مجال انا معجب بفلان يلا خايفيدكم هسه الاعجاب، وهذا هو الدليل يعني هسه انت واحد من الامثله معجبين بناس ممكن وكنتوا تعتبرونهم قدوه وتالي بعدين شفتوا شلون واحد ينصدم للاسف والله انصدمت ولازم وانا رسالتك هاي مال العتب فعلا على الشعب العراقي حتى على مواقع التواصل الاجتماعي شكو شيء تافه احنا ننشره واحنا ندعمه واحنا نصعده واحنا 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 في حين القضايا والتظاهرات كل من يبكي على لا اله ليش ليش مفروض احنا لا ونسيتي هاي الركله صاحب الجريح لا كارثه لا هذه كارثه لا كارثه ركلتها برجلها كارثه هذا المفروض عندي بعد فقط رساله واحده اخيره انا اطلت عليكم شكرا جزيلا لا 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 والله فرصه سعيده من خلال شاشتكم ان نوضح مظلوميه ومظلوميه هذا تفضل تفضل سيد علي طبعا شكرا جزيلا شكرا جزيلا والله رسالتنا الاخيره بصراحه بعد يأسنا من الحكومة العراقية تظاهرنا العقود صار لنا سنوات نتظاهر وهاي آخر مظاهرات مستمرة صار لها 7 أشهر بين فترة وفترة أيسنا حقيقة من الحكومة أنا هسه عندي مناشدة أخيرة أنا أناشد بعثة الأمم المتحدة بالعراق وبالخصوص سيدة جنين بلاس خارت أنا أتمنى من عندها تلتقي بينا مجموعة من الجرحى وتضغط هي على الحكومة باعتبار أنه نخلي واسطة شقد عيب نخلي واسطة من خارج من خارج البلد اخوتي جرعتهم مضطرين مو بطاريين طبعا اعرف اعرف بس انا قاعد اقول ايش قد عيب عليهم على الحكومه يعني هي قرب لكم شنو ست ازل من باب انه اللي قاتلوا التنظيمات الارهابيه ترى دافعوا عن العالم مو فقط عن صح العراق صح لان هذه الحمله لو متمكن هذا اللي يغزو العالم وهذا الفكر التكفيري كان غزا العالم طبعا آثاره كان وصلت حتى لأوروبا صح. وبالفعل صارت بعض الانفجار فإحنا قضية المفروض مو قضية فقط في العراق مو قضية وطن صح أنه تتدخل وتطلب من الحكومة العراقية تنصفنا وتتمنى تقفينا الله سيد بصراحة. سيد علي أنا بس أقولك بأنه أنت قلت بأنه طبقوا مقولة الشكوى الله مثلا أنتوا هاي مو شكوى يعني أنت بس أنا أتمنى توصل هاي الرسالة لزملائك أيضا دي يتظاهرون أبد لا تفكرون بأن أنتوا دا تشتكون انتوا تطالبون بحقكم لانه هذه حقوق هذه ليست شكوى يعني انت مو قاعد تشتكي والله حالتي مو زينه لا حق من حقوقك انا اقول بانه اذا موظف يشتغل بالدوله وفقد ايده او انجرح الدوله مسؤوله عليه احنا نريد نوصل مع الشعب والحكومه لهذه المرحله بانه تتحمل مسؤولياتها وانتم مسؤوليات المجتمع العفو ككل نسيت قضيه جدا مهمه تفضل يلا بدي تفضل ثواني عندنا جرحى ما يقارب 3500 العفو مو جريح مصاب هذول المصابين إضافة لهم كلمة جريح لأن من يطلع على التقاعد باكر عقبه يطلع راتب جدا ضعيف حتى أقل من عندنا وهذا أتمنى يضاف إلى كلمة جريح وعدونا وزارة الدفاع إن شاء الله إن شاء الله أنا متأكد ما يدي يسمعون اليوم تفضل ها عندك بعد شيء أكيد أكيد وعندنا بعد المرضى أيضا المرضى يعني هذا المريض ترى ما جاء المرض هيك قاطرة المريض هذا شاف أخوه ضربت عقبه قدامه صاروخ وقع بصفه صارت بالتعرضات عندهم سكر يصعد عنده ضغط صار عنده ضغط فهذا أتمنى أنه ما يطلع يخرج على التقاعد ويخرج بحقوق مقاربة لحقوق الجريح صرك تحكي يعني حتى هاي الأمور البسيطة هم ما مسويها؟ اي نعم واكثر من هاي انا اتمنى كان يسمح الوقت كان سولف لكم ترى للعلم بشكل عام هي القوات الامنيه كلها في يعني ظلم يعني حتى الاكل احنا يوصل لنا انه هناك الاكل يوصل لهم يعني خاصه اللي على الحدود الاكل ما ينوكل يعني حتى ما يقدرون يتبرعون به حتى للحيوانات والله صحيح بس هي هذا ينخصم الموضوع كله بتشكيل هيئه مثل ما طرحها وزير الدفاع تشكيل هيئه عليا تخص جميع الجرحى وخاصه تخدم جرحى الجيش العراقي باعتبار الجريح بعد شوفها هاي كارثه من يطلع التقاعد ينسحب من عند الباج وما له حق يراجع اي مديريه كانما اي شخص مدني ويشمر وما لهم اي شغله فيه يعني مشكلتك شلون تنجرح احنا نشكرك سيد علي الشريفي احد منسقي تظاهرات جرحى القوات الامنيه شكرا جزيلا واجبنا هذا لا محزن الموضوع صدق كذب من عندكم لا حرام دي يصير وهي دعوه ايضا للتدخل العاجل لحل هذه المشكله باسرع وقت اقل شيء صراحه حقيقه اقل شيء نقدر يعني لازم نحكي
مشاعر ولا عواطف، لا هذا حق، اكو واحد حق يقول هذا حق وهذا حقهم علينا كنا كمواطنين، واتمنى يكون تدخل لهم ايضا. المفروض انتم تروحون لهم تريدون استشارات مرضيه، اصلا المفروض هناك يكون ارخص لمن يراجعون حتى المستشفيات. صح، يعني يوم هذول يراجعون على حسابهم دا يراجعون بال500 اللي هم يدوب مكفيتهم. لهم امتيازات، شوف ايش قد هو متمسك، طالع ويانا هو بالبيت، طالع ويانا بالملابس، ملابس العسكريه، ايش قد متشبثين، ايش قد حابين مهنتهم. اخي يصير ترى واحد واحد ترى انت ترى واحد يعني انتم واحدكم هسه تجون بالمصفحات لان تخافون على عمركم، هذا انطى انطى المنطي عينه والمنطي ايل والمنطي رجل، ترى يعني صدق كذب من عندكم، هذا حتى عيب انه نحكي بيها هسه قدام العالم، العالم من تسمعنا نحكي بجرحى القوات الامنيه ما لهم ابسط حقوقهم، حتى الناس تضحك علينا، انتم بعد ما تشجعون الباقي انه يقول لك انا على شنو؟ يتهرب، طبعا حقهم يتهرب، حق من يتهرب لعدل اي شخص من الجيش ويقول لك انا على شنو؟ اخر شيء ما حد يعوض اهلي واهلي يعيشون حياه صعبه. نتمنى يكون هناك رد من قبل الجهات المعنيه ورد شافي حقيقي لانصاف ولو جزء بسيط من مطالبهم. فعلا. في بابل هذه المره كالعاده الحكومه المحليه او ايا يكن سوى هذا الفتشي ابدع، شنو سووا؟ نص طسه، شوفوا الفيديو. يعني اكو نص طسه بالعالم؟ بس اريد افتهم، اذا اكو نص طسه بالعالم هو هذا النظام هذا؟ يعني اليوم الصبح خطيه حوادث حادثه صارت عندنا، امبارح بالليل حادثه. زين؟ يعني هو من اجى وسواها عند الضمير، بس اريد افتهم ذاك السايد وهذا السايد. زين؟ لا ودناها على المدرسه وكملها على مود طلاب المدارس، عندنا مدرستين بهذا الشارع، عندنا هذا شارع رئيسي. زين؟ لا به شرطي مرور مخليه، كانت السيطره هنا فائدتنا ونفعتنا. زين؟ يعني قاعد يسوون شغلات ما انزل الله بها من سلطان، ليش يعني اريد افتهم؟ هاي طشة الموت هاي اليوم الصبح الساعة 7:15 تقريبا، اليوم سيارة سوناتا وبيكم جنة واحدة منا جت البيكم ومنا سوناتا قصة بقصي، وشالوهم اليوم للمستشفى للنعاش، اليوم شالوهم من ورا هاي الطشة، لا هم مكمليها. يعني هسه انت سويتها على النص، شنو وين سويتها على النص؟ وينك ويجيك؟ فاجت تفاجئ بهاي الطشة على نص الشارع، هذا الرجال اجى من هاي الصفحة من جهة السدة، وهو اجى منا من النزلة اجى يريد يستدارها، وهاي هسه المشكله هاي السياره، شوف الطسه لا هم شايليها لا هم مكملينها، تمام؟ وظل هسه العالم كله تموت بيها، هسه اثنين هم ثلاثتهم مستشفى زين العابدين. ما نقول شيء، يعني ما نقدر حتى نعلق على هذا الفيديو امام الحكومه المحليه في بابل، في حال انتم مسوين نص طسه وناسيها، ف يعني ما ادري، روحوا حطوا النص الثاني مال طسه اللي هي طسه بلاستيكه، يعني الناس بالبيوت تسويها. هم مسوين نص طسه هنا وبالشارع ثاني نص طسه. لا النص لا، ذاك الاخ ما مسوي له اصلا فهذا يمشي. لا لا لا، نص منا ونص منا، الشارع نص بنص، يعني ماكوش منطق يعني بالحياه. على العموم نتمنى يكون هناك رد، جوز ناسيين خاصه فلوسهم هم يقولون. مباشره نروح الى موضوع خاص، القطاع الصحي اللي بيهم ايضا مشاكل كثيره. 35,000 موظف يشكون التوقف عند الدرجة الرابعة دون التقدم في السلم الوظيفي. طبعا هذه الأمور يمكن بس الموظفين يعرفوها، أنه هم أكو تدرج، كل ما أنت تتقدم بأكو امتيازات تتقدم ويصير، لكن في الصحة بعضهم للأسف هناك تسكين درجة رابعة، وبعد حتى لو ما أدري شو يصير أنت تظل بالدرجة الرابعة. فكانت عندهم تظاهرات على طول الفترات السابقة. شوف المقطع اليوم جزء مما حكوا، ويردون يوصلونه للجهات المعنية، وبعدين راح يكون ويانا ضيف حتى يوصل صوته للجهات المعنية. نظرا لتضحيات الجيش الأبيض الجسيمة وعلى مدى 14 عام من السنوات العجاف تمر على ملاكاتنا وهي تحت طائلة التسكين الجائر دون وجه حق، رغم صدور القرارات والقوانين التي أثبتت أن التسكين مخالفة قانونية ارتكبتها الحكومات والوزارات المعنية، علما أن اللجان التي تم تشكيلها على مدى هذه السنوات أعدت وأكملت كل ما كلفت به، ولكن للأسف قوبلت بالتسويف والمماطلة وكذلك عدم مساواة ملاكاتنا بمخصصات الخطورة مع العناوين الأخرى، رغم أن الخطورة صدرت وفق قوانين لم تميز عنوان دون آخر. طيب نروح مباشرة للسيد غازي زيادي، ممثل عن موظفي التسكين. أهلا بك سيد غازي، مباشرة نحكي بمطالبكم أو شنو هي المشكلة حتى توصل للجهات المعنية بشكل واضح ومختصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم على قناتكم.
بصراحة اللي هي نعتبرها نبض الشارع العراقي بصورة عامة. التسكين هو تسكين الموظف في درجة دون ترفيعه وإطلاق علاوته للدرجة التي تلي درجته عند استحقاقه الوظيفي. هذا التسكين بعد إصدار قرار قانون 22 لسنة 2008 قانون الرواتب الموحد، تم تسكين هذه الملاكات في وزارة الصحة، وزارة الصحة، بناء على شنو؟ بناء على ضوابط. هذه الضوابط عدت من وزارة الصحة. الضوابط هي تخص التطبيق وتنفيذ سلم الرواتب لسنة 2008. تم إرسال كتاب الأمان العام لمجلس الوزراء إلى الوزارات والهيئات الغير مرتبطة بإقليم على أن تعد لجان مركزية في هذه الوزارات وتعد ضوابط لتنفيذ سلم الرواتب لتنفيذ قانون الرواتب 22 لسنة 2008. وزارة الصحة من تم تشكيل هذه اللجنة الوزارية بالرقم بالكتاب المرقم وراء الوزاري 10334 في 26/2/2009 بعد إقرار قانون سلم الرواتب عام 2008، هذه اللجنة من أعدة الضوابط اجت وعالجت الموضوع، عالجت تنفيذ تطبيق سلم الرواتب، ولكن ما خلت بعين الاعتبار هذه شنو آثارها الجانبية على هذه الملاكات اللي جاي تقدم عطاء في هذه الوزارة أو في هذه المؤسسة. بحيث قامت سكنت الملاكات من يحملون شهادة البكالوريوس والدبلوم العالي والماجستير، وحملت الدبلوم الدراسات الأولية في الدرجة الرابعة. لأنه ليش؟ لأنه ما عندهم أوصاف وظيفية. بصراحة هذه الأوصاف الوظيفية هي مو مشكلة ومو مسؤولية الموظف أنه يعد وصف وظيفي. هاي مشكلة دولة. صح. يعني مشكلة وزارة التخطيط، مشاركة وزارة المالية، الأمان العام لمجلس الوزراء، لجنة الأوصاف الوظيفية في دائرة التخطيط ودائرة الدائرة الإدارية في وزارة الصحة، هي هاي مسؤوليتها تعد أوصاف وظيفية حسب معطيات ومخرجات وزارة التعليم اللي هي تخرجها وزارة التعليم ويتم تعيينها في الوزارات المعنية، كان المجموعات الطبية والمجموعات الصحية والمجموعات التمريضية هي يتم إخراجها. حالياً سيد غازي الموضوع يمنه، منو اللي ممكن إنه ينصفكم ويغير كل هذه الأمور؟ سامعين ستنا العزيزة، سامعين أكو يقول دمنا ضاع بين القبائل. التسكين ضاع بين القبائل. ليش؟ لأنه عندما خرجت الملاكات ذوي المهن الصحية والتمريض في تظاهرة عام 2019 تم إصدار قرار مجلس الوزراء المرقم 61 لسنة 2019. لما أجى تنفيذ هذا القرار يخص فقرتين أساسيتين، وهما أولهما رفع الخطورة ورفع التسكين على الملاكات ذوي المهن الصحية أسوة بالوزارات الأخرى. لما أجى هذا تنفيذ هذا القانون أو القرار عفوا، لما يدون يطبقوا لأنه ماكو أوصاف وظيفية حتى ينفذون هذا القرار، أو عزت وزارة المالية بعد المراجعة، هي رجعت مرت الخلية للأوصاف. أنا ما أشوف بأنه أنت من واجبكم اليوم أنتوا تدورون حل، أعتقد من واجب الحكومة والجهات المختصة يلقون حل لكم ووصف لهذا الموضوع. سيد غازي نوعدك بحلقة أخرى، لأنه إحنا يعني للأسف وصلنا لنهاية الحلقة. نشكر سيد غازي الزيادي ممثل عن موظفي التسكين، نوعدكم بحلقة أخرى بها تفاصيل ضروري. أخرى لأن هم تظاهراتهم مستمرة للأسف، والموضوع يعني بعد شائك، فلذلك إن شاء الله الجهات المعنية بلكة الله تحاول أنه تحتوي الموقف قبل ما تطلعون تظاهرات أخرى. هذا كل ما كان عندنا اليوم في أهل المدينة، نتمنى دائما نلتقي على الخير والمحبة والسلام، وعلى وطن سالم ومعافى ومنتصر. في أمان الله. حق الرد مكفول لكل الجهات اللي ذكرت بحلقتنا لهذا اليوم. تحياتي وتحيات الكادر، إلى اللقاء.